ما شاء الله تبارك الله، وبنات الابكار اليوم امبارح والحمار العود عليك ما شاء الله تبارك الله. كم ابو العزيز هذا ما شاء الله يا اخوان، كم اقول عليه من يفتح بابه يا اخوان، كم اقول يا اخوان من يفتح بابه، كم ابو العزيز ما شاء الله تبارك الله، كم اقول من يفتح بابه يا اخوان، كما اقول عليه من يفتح بابه، كما اقول عليه ما شاء الله تبارك الله، من يفتح بابه يا اخوان، من يفتح بابه، كما اقول على البعيد يا اخوان، كما اقول عليه من يفتح بابه. شكو ما تميز بس والله يقرب الشيكات مشكله، حول هذه الحمار ما مره لا سمعوني طيب انا هنا بشر ولا هنا قريب عطرك يسار على خاطر كم اقول يا عمي عطوا رجال رقم حساب الراجح يا شباب من هو كم اقول عليه من يفتح بابه يا اخوان من يفتح بابه كم اقول عليه شكرا رغبه فيه فتح باب كما اقول فتح باب كما اقول يا اخوان كما اقول يا عمي فتح باب كما اقول لكم رغبه فين تمشي؟ 10 يلا ابدا امشي عمي قول 10000 ريال والله امشي معاك ما عندي مشكله 15000 ريال 20000 ريال 30 ألف ريال أبيعه أبارك أربح هذا الخاطر هذا الشاب قنع السوق عن 30 ألف ريال قنع يا أخوان 30 ألف ريال 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 أبيع أبارك أربح هذا الخاطر هذا الشاب قنع السوق عن 30 ألف ريال قنعته مرة يا عمي 30 ألف ريال أبيع أبارك أربح هذا الخاطر 500 أبشر يا عمي 30 و500 30 و500 31 ألف ريال 31 ألف ريال 34 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 ألف ريال أبيعه أبارك أربح هذا الخاطر هذا الشاب 500 يا عمي 500 34 و500 أبيع أبارك أربح هذا الخاطر هذا الشاب قنع السوق عن 34 و500 قنعته مرة يا عمي 34 و500 أبيعه أبارك يا أخوان قنع السوق مرة عن 34 و500 قنعته مرة يا أخوان 34 و500 34 و500 34 و500 ريال أبيع أبارك أربح هذا الخاطر هذا الشف قنع السوق مرة عن 34 و500 ريال قنعته يا أخوان 34 و500 عمي هذا ما قسم تقنيع 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 عن 34 و500 تقنيع عن 34 و500 ريال
تجميع انا 34500 ريال ابيعه ابارك اربح هذا الخاطر هذا الشاف جنع السوق انا 34500 جنعته مره يا عمي 34500 عمي هذه 34500 صار ابشر عمي يقول اعطى صوتين تجميع انا 34500 ريال ابيعه ابارك اربح هذا خاطر هذا شف جمع السوق عن 34500 جمعته مره عمي الله يبارك لك سمعني بس 34500 احد عنده زوج يا اخوان ولا بارك احد عنده زوج ولا بارك جمع السوق مره جمعته يا اخوان عمي 34500 بارك لك الله يرزقك يستاهل يربح عمي الله يبارك لك 34500 ريال تجلع الله يرزقك